السلام عليكم. كنت جامع مجامع درويش على العبيد. نوفمبر 2023 توجه من المدينة المنكوبة. الحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. واحد النور واحد المطر ياهو يا بس من المزن العظيم، يا ربي بارك يا ربي بارك. واحد الامطار واش راح نقول لكم يا خوتي، والله العظيم هذه كل مجتمع الجن والانس باش يديروا نوكي مع علامة امبوسيبل، راهي من ربي وراهي عامه. ولكن يا خوتي ما نستاهلوهاش، علاه يعني قول لا ما نستاهلوهاش يا خوتي. الشدي تجي نعمه نقلبوه نقمه يعني، والدليل هاكم تشوفوا الطرق كان دايرين. هذه في اغنى بلديه في العالم في الجزائر، هذه اغنى بلديه. هاكم تشوفوا يا خوتي الرقارات حاشاكم، الزيبوات كلهم مقفولين، ساتيرين معمرين فاسدين قدم جدد يديروه، يديروه هنا قص خدمة يزيد يتبوشا تسمى تجي قطرة تعنو باش نتفادو منها، نولي نقولو كعومة صبت شمي والعياذ بالله. ولذا يعني كنا الحكاية هذا الميساج غير نمير واحد برك من الجزائر ولا وزير الداخلية، يا ودي على وجه ربي وعلى وجه الله اخدم البنى التحتية للبلديات يا جماعة. راهو الرسمي يبدا بالبنى التحتية وهي عمي الرقارات والزيقوات، ولا حنا نولي هنا كي صحاب الاخرين مزوق من برا شحال يكون الداخل. السلام عليكم.